للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مجددا الزميل مراسل إكسترا نيوز محمد النادي. ماذا لديك من جديد ومستجدات من أرض من الميدان محمد؟ صباح الخير. هو هناك الكثير من المستجدات، أهمها هو طمأنة وكيل وزارة الصحة على حالة المصابين، وأكد أن جميع حالات المصابين مستقرة وهي ما بين كدمات وإصابات طفيفة، وما أكثر الإصابات هو كسر بذراع أحد الركاب هنا في القطار 1087 نوم الذي كان متجه من أسوان إلى محافظة القاهرة. يمكن لما سألنا الحادث فنيا وقع تفصيليا، كانت الإجابة هو أثناء قدوم القطار على رقم 1087 يوم من أسوان إلى القاهرة تعطل بسبب أسباب فنية هنا على أمام منطقة مفوسة ومن قرية مفوسة التي تقع جنوب مدينة المينا بحوالي 2 كيلو متر تقريبا. وأثناء توقف القطار كان هناك جرار قادم من الخلف من الناحية الجنوبية اصطدم بسيارة الباور أو سيارة القوة أو الطاقة، ما أدى إلى أن هذه السيارة هي سيارة القوة امتصت كافة الاندفاع الذي كان من الجرار، ما أدى إلى التأثر بأول سيارة عربة ركاب كان فيها ركاب، مما جعل أو ما أدى إلى أن هذه الإصابات كانت إصابات طفيفة. أيضا هنا تم الدفع بالكثير من الأونيش من أجل رفع السيادتين، فحضر منذ أيضا العدد من الأونيش التابعة لمحافظة المنيا، بالإضافة إلى الأونيش الخاصة بوزارة النقل والمواصلات التي أتت من ورش التكة الحديدية في مدينة المنيا. الجميع هنا يعمل من أجل رفع العربيتين التي هنا سقط، أي عربية القوة وعربية ركاب سقطت في داخل ترعة الإبراهيمية. وأيضا يتم التنسيق الآن من أجل تسيير القطار النوم الذي شهد الحادث المتوقف أمام مزلغين مغوسة. محافظ المنيا أجرى منذ قليل اتصالا بمستشفى المنيا العام ومستشفى المنيا الجامعي واطمأن على حالة المصابين، وهو الآن بطريقه إلى هذين المستشفيتين للاطمئنان على حالات المصابين. هنا تعاون وتنسيق كبير، ايضا اتى هنا وكيل وزاره التضامن الاجتماعي من اجل تقديم كافه المساعدات ان احتاج الامر للمصابين. ايضا قوات الحمايه المدنيه تتواجد بقوه هنا في منطقه مفقوصه من اجل محاوله لرفع السيارتين اللتين وقعتا داخل قطعه الابراهيميه هنا في منطقه مفقوصه. هذه كانت كافة التفاصيل. هنا حالة من الاستقرار النسبي في المنطقة. أيضا محافظة المنيا بالتنسيق مع إدارة المرور تم التواصل مع شركات النقل الخاصة وأيضا مواقف السيارات، وهنا أتوا الكثير من سيارات الميكروباص وأيضا الأتوبيسات الخاصة بسيارات النقل الخاصة من أجل توصيل ركاب القطار إلى محافظة القاهرة وأيضا بأسعار مخفضة من أجل استكمال رحلته. يعني نتحدث عن يعني الاستنفار الأمني وجميع الجهات المتواجدة في مكان الحادث، حدثنا عنها يا محمد. هنا تعامل على أعلى مستوى بالتنسيق ما بين الجهات التنفيذية برئاسة محافظ المنيا وأيضا الجهات الأمنية برئاسة مدير أمن المنيا، وأيضا كافة الجهات المتدخلة مثل وزارة النقل والمواصلات وشرطة النقل والصحة والإسعاف والحماية المدنية. الجميع هنا يعمل على قدم وساق من أجل تسيير حركة قطارات الصعيد مرة أخرى. هنا المهمة كانت منقسمة إلى عدة أقسام، أولها هو إنقاذ المصابين، وهذه تمت بالفعل إنقاذ المصابين، وبسبب هذه السرعة في إنقاذ الركاب المصابين أدى إلى لا وجود للوفيات في هذا الحادث. وهذه كانت المهمة الأولى التي كانت تشغل كافة التنفيذيين هنا والجهات المعنية. القسم الآخر هو سحب هاتين العربيتين اللتين سقطت في ترعة الإبراهيمية، وهذا يتم العمل عليه من خلال أيضا التنسيق من خلال حضور أحد الأونيش التابعة لوزارة النقل والمواصلات وأيضا الونش آخر تابع لمحافظة المنيا، بالإضافة إلى القسم الثالث هو الاطمئنان على حالة المصابين، وهذا تم بالفعل. وأخيرا الجميع هنا يعمل من أجل تسيير القطار رقم 1087 نوم الذي كان متجه من أسوان إلى محافظة القاهرة. فمن خلال رؤيته ومن خلال مشاهدة الحادث هنا كافة الجهات الأمنية والتنفيذية تنسيق كامل بالفعل هنا في منطقة مفقوسة جنوب مدينة المنيا. الجميع هنا هدف واحد هو إنقاذ المصابين، وهذا تم والاطمئنان على حالة المصابين. ويمكن بسبب أن الدفعة كانت في سيارة الباور التي كانت تسبق عربة
عربة الركاب، وأيضا بالإضافة إلى سرعة التعامل مع الحد أدى إلى أن المصابين كانت حالتهم مستقرة، وبسبب عدم التأخير في إنقاذ المصابين لم تحدث أي حالات وفاة. محمد النادي، شكرا جزيلا حتى هذه اللحظة، وبكل تأكيد نتابع معك على مدار خدمتنا الإخبارية كل ما هو مستجد.